السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا أعزائي عزيزاتي، مرحبا بكم مرة أخرى في وصفة جديدة على قناة مطبخ التي في مع أملا. اليوم بإذن الله غنشارك معكم واحد الحرشة هشيشة مختلفة على الحرشات اللي كتعرفوا، خاصة ديال الزنقة. هذه ممكن نقولوا عليها حرشة مخمار، وخا كتبات عندك كتبقى ديما رطبة وماشي بحال ديال الزنقة كتقساح وكتولي مزيتة. حاولوا تجربوها في هذا رمضان إن شاء الله، وحاولوا ما يمكن هذه تصلح لكم حتى الوليدات ديال المدرسة، ممكن تعمليها مع العشية، وخا كتبات الصباح كتبات رطيطبة. المقادير ديالنا غادي نحتاجو زلافة مع مراش ديال السميد الأبيض الرقيق، وزلافة كذلك مع مراش ديال السميد الأصفر ناعم، السميدة الرقيقة ديال الحرشة، تقريبا واحد 400 غرام بيناتهم. غنعملوهم هكذا في زلافة ولا في طبصيل ولا في أي حاجة. نزيدهم واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، أنا استعملت زيت الزيتون، لما عندكش ممكن تستعملي زيت المائدة، وغتبسبسيها بهاد الطريقة غير بالأصبع ديالك. من بعد نضيفه واحد معلقة كبيرة ديال السكر حبيبات السنيدة، قبيسة الملحة، ومعلقة صغيرة عامرة ديال الخميرة الفورية. ونحاول نخلطه مرة أخرى هكدا بيدينا بحال كنبسبسوها. دابا نضيفه الماء، ما يكون دافي، ما يكونش بارد، حول ما يمكن ما يكون دافي باش تخمر لينا، باش ما تشدليناش الوقت بزاف. صافي، وكتبقى تعجني غير بالصبعات ديالك هكذا، كتخلطيها غير بالصبعات بحال كتبسبسيها بهذه الطريقه اللي كتشاهدوا. ما ديريش الماء بزاف، غديري حتى تولي في يديك رطبه. غادي تغطيها بحال هكا بسلوفان ولا بشي حاجه اللي ما تدخلش الريح باش تبقى سخونه. وهذا هو السر، غادي تحاولي ما يمكن تخليها تخمر واحد الساعه المكانه اللي عندك الوقت. السير ديال الهشاشة ديالها هو هذه الطريقة ديال التخمار. دابا من بعد ما خمرات غادي نجبدوها، نجيبو المقلاة ديالنا ديال الحرشة كما كتشاهدو. أنا حاولي ما يمكن تفزق يدك شوية بالماء. أنا داير واحد زلافة ديال الما حدايا والسميد الرقيق. أنا غنرشو المقلاة ديالنا بالسميد الرقيق من التحت، ويدك ديما تحاولي تعملي فيها الماء باش ما تلاصقلكش العجين. كنفكركم في رمضان على اساس انها ما فيهاش بزاف ديال الصداع ديال الكويجين، وهادي وكتجي هشيشه قلت لك، بحال قلت لكم راه كتعمل بحال المخامر. صافي، من بعد غادي ترشيها بالسميد من الفوق. صافي، غنديوها للنار. في الاول غادي تحاولي ديري الشعله شويه بجهده حتى تسخن لينا المقله، لان دابا عملناها على مقله بارده. من بعد تنقصي، تخلي نار متوسطه باش ما تحرقليكش. النار متوسطه كتخليها تطيب من الداخل، تطيب من تحت تقلبيها على الجهه الثانيه، غتبقى تدوريها بيديك باش ما تشوطليكش. وها الحرشة ديالنا وجدات، ما تشاهدو هذا رشط لي واحد شوية مع العجينة كتيرة، ودي مقلاة غير متوسطة، عملت وحدة صغيرة زايدة.
كي كتبان لكم بحال هكذا الشيشه، قلت لكم واخا كتبات هاد النوع ديال الحرشه كتصبح رطيطبه، ممكن ديال الزنقه غير كتبات ولا غير كتدز عليها واحد الساعه المكانه كتولي حجره وكتولي مزيته، هادي ما تضركش في المعده، فيهاش الزيت بزاف، فيها واحد نص كاس ديال الزيت البلديه. وبالصحه والراحه، ونتمنى تعجبكم الوصفه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.